تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بها عن النقش والزغرفة داخل العتبة الكاظمية المقدسة. متى تأسست هذه الشعبة وهذه الورشة، وكيف استطاعت أن تدرب الأجيال، وأيضا متى يقومون بالعمل وما هي الأعمال المستخدمة. إذن كل هذه التفاصيل أحبتي وأكثر من خلال حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. نرحب بكم مشاهدينا الأكارم، ونرحب بالسيد صفاء عباس مدير شعبة النقش والزغرفة في العتبة الكاظمية المقدسة. أهلا وسهلا بك أستاذ صفاء. أهلا وسهلا بكم، زارتنا البركة. الله يحفظك. في البداية نتعرف حضرتك. صفاء عبد العباس مدير قاعة النقش والزغرفة في العتبة الكاظمية المقدسة. أهلا وسهلا بك أستاذ صفاء. حليك الله. أستاذ صفاء، قاعة النقش والزغرفة في العتبة الكاظمية المقدسة لم يسلط الضوء عليها كثيرا. نريد نعرف اليوم متى ابتدأت هذه القاعة، كيف تم إنشائها، تاريخها، مراحل تطورها. طبعا بالبداية هي قاعة النقش والزغرفة، طبعا الأعمال اللي تشوفوها هي أعمال نادرة، النحت على الخشب. نعم. بداية الأمر كانت هناك بعد السقوط إعادة إعمار للعتبات كلها كافة، فإعادة إعمار الضريح، إعادة إعمار الأبواب القديمة، فارتأوا يحتاجوا إلى نقاشين. فمن ضمن كان الأسماء المرشحة أنه أستاذنا أستاذ إبراهيم النقاش يتولى إعادة إعمار هذه الأبواب وصندوق الضريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام. فسنة 2008 إجا أستاذنا أستاذ إبراهيم النقاش، بعدين ما ارتأى أنه يعمل ورشة داخل العتبة الكاظمية المقدسة، لأن تعرف عادة الأعمار وبها يعني عمل مستمر، فحب يفتح ورشة النقش والزغرف ويدرب عليها كادر من الشباب. فبالبداية كانت هي أعمال صيانة، يعني تم افتتاحها سنة 2008. سنة 2008 كانت عبارة، هي ما كانت هاي الورشة، كانت ورشة صغيرة، غرفة صغيرة في جهة باب القبلة، باب صحن الإمام الكاظم عليه السلام. فبعدين أنه طورت الورشة، صارت بيها لوحات فنية، نقش على الخشب، وأعمال تراثية تخص التراث البغدادي القديم، تراث مدينة الكاظمية. الولد هنا الشباب بدأوا يتطورون، بدأت عندهم أعمال حلوة تطلع. زين، خلينا نجيها فقرة فقرة. شلون كان يتم تدريب الشباب الموجودين؟ والله بصراحة هي بالبداية يعني كل الشباب الموجودين هم تدربوا بهاي القاعة، قاعة النقش، يعني ما عندهم أوليات عن النقش عن الخشب، بس عندهم الهواية وعندهم تخطيطات بسيطة والرسومات البسيطة اللي كانت موجودة. فبدأ يدربهم على شغلات بسيطة مثل الوردة أو آيات قرآنية، كتابات، كلمة الله، محمد، علي، هي شغلات بسيطة يعني. زين. بعدين شوي شوي بمراحل التقدم العمر بدأوا يعني يشتغلون شغل كلش حلو، وما شاء الله وصلوا مراحل جدا راقية. يعني نقدر نقول هاي الورشة خرجت أجيال من النقاشين؟ هي بصراحة مو دورات تخرج، يعني هي دورات تدريبية. لكادر محدود يعني، وظل نفس الكادر هو لحد الآن دي يمارس العمل بهاي الورشة. بس إن شاء الله يعني احنا مستقبلا نطمح أنه كون دورات يعني هنا ندرب شباب ونأهلهم ونخرجهم من هذا المكان المقدس. زين. زين جيد. اليوم اللوحات، المواد الأولية، هذه التفاصيل من أين تأتي؟ سؤال حلو. اللوحات، أغلب اللوحات اللي عندنا اشتغلناها بالخشب، خشب الصاج. جيد. طبعا خشب الصاج كان عندنا مصدرين، المصدر الاول هو الخشب الابواب القديمه والشبابيك القديمه اللي داخل الامامين، من صارت اعاده الاعمار وتبديل الابواب، تبديل الشبابيك، اخذنا احنا هذا الخشب للتبرك يعني اول شيء، وثاني شيء انه خشب الصاج من افضل انواع الخشب اللي يستخدموه في النحت. زين. فالمصدر الاول هو كان الخشب الابواب القديمه والشبابيك القديمه، بعدين ايضا هي كانت تراثيه. أي أيضا تراثي، فتعرف هذه المرحلة يعني ما يبقى هذا الخشب،
ظلينا شو اسمه قمنا نستورد الخشب البورمي، الصاج البورمي. نعم. هو ايضا من افضل انواع الخشب. اعتقد ان مصر عند مصر يشتهرون بالصاج البورمي. لا، مدينة بورما. مصر تشتهر بالنقش، مدينة دمياط تشتهر بالنقش. اي زيان. مصر يشتغلون السنديان والزان اكثر زيان. شيء خشب الزان. زين. قمت تستوردون الصاج البورمي. الصاج البورمي تعرف انت اجواء العراق عند درجات الحراره عندنا مرتفعه، رطوبه، فهذا اكثر شيء يوالم الجو العراقي. شلون يوالم خشب الصاج؟ بماده دهنيه، بالياف الصلبه، يعني يساعدنا على تحمل. تعرف اللوحه تستغرق اشهر لما تكمل، فمن نشتغلها بخشب رديء احتمال يتعرض الى فطر او التشققات اللي تصير بداخل اللوحه، فنستخدم افضل الخشب في الاعمال. زين، شلون تم تاسيس هذه القاعه على شكل متحف جميل جدا؟ بلي، هاي القاعه طبعا هسه اللي انتم تصورون بها هاي بسنه 2020. نعم. زارنا الدكتور حيدر الشمري، هو امين العام للعتبه الكاظميه المقدسه، فارتئى انه يطور هاي القاعه ويسوي لها فالديكور مرتب يليق بالاعمال الموجوده هنا. ف يعني ما قصروا الولد حج ضياء وابو يسر، على هو مسؤول شعبه الهندسه الميكانيكيه ومسؤول. نعم. وحده النجاره والالمنيوم والنقش والزغرفه، انه اعطونا المواد ودعمونا باللي نحتاجه انه نطور هاي القاعه ونرتبها بهذا الشكل اللي تشوفه حاليا. هذا ترتيبكم وتجهيزكم؟ اي، هذا القاعه. يبقى على اعمال انه مدونا بالخشب اللي نحتاجه انه نشتغل عليه هاي الاعمال، فارتئينا انه نشتغل اعمال تاريخيه تخص ائمه اهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام. فاغلب الاعمال هسه اللي تشاهدها هنا هي كلها. كم شخص موجود هنا؟ الأشخاص تقريبا احنا 10 نفرات. 10 نفرات. 10 نفرات. دول العشرة شنو عملهم؟ كل واحد يختص فد عمل، يختار لفد موضوع معين ويبدي يشتغل عليه. تعرف هاي اللوحة مو بسهولة تكمل، يعني تقريبا كل لوحات تأخذ وقت 4 أشهر 5 أشهر لحد ما تنجز، وكل لوحات لا تطول بالسنة. هل هذا المكان مفتوح إلى عامة الناس؟ والله احنا اكو من ضمن الاقتراحات انه نفتحها الى عامة الناس، بس تعرف يعني خاص هو بس للوفود اللي تجي تزور العتبة الكاظمية يزورون هذا المكان، لان شوي عامة الناس يراد المكان اوسع، لان المكان هذا يعني مو كبير بحيث تقدر تطبب اعداد كبيرة له. زين، الزيارات اللي هسه قلت وفود، من الوفود اللي حضر، من الوفود اللي اجى، من اللي شاف هذا، شنو الاراء اللي انطرحت؟ والله كثير وفود، يعني عندنا وفود أوروبية جت من السفارات، من يعني من بريطانيا، من فرنسا، ألمانيا، اليابان، هواي كثير من السفراء جوي. هاي آخر زيارة هم كانت ملكة الأردن، هم جت زارت قبل أسبوع تقريبا. زين. زارت هاي القاعة، فكثير وفود أجانب وعرب دخلوا هاي القاعة. شنو الآراء اللي تنطرح؟ والله اغلب اللي يجون يندهشون بالاعمال، لان تعرف هاي اعمال نادره، يعني ما شايفيها بغير مكان، يمكن لوحات الرسم تقدر تشوفها بمعرض، تقدر تشوفها بمرسم او باي مكان عام تقدر تلقى مثل هاي الاعمال، بس هاي اعمال نادره تاخذ وقت. زين، هسه نجي للاعمال الموجوده بالقاعه، منها بغداديه، منها تراثيه، منها لائمه اهل البيت عليهم السلام، منها حتى عسكريه، شفت كثيرة هي الأعمال. بلي. كيف استطاع يعني التنسيق شلون كان بهذه الأعمال؟ أعتقد هي مسوينهم مثل الأجنحة أنتم. يعني هي صحيح، هي فترات الزمن، يعني بالبداية كنا هدفنا أنه نعمل أعمال عن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم. تعرف إحنا أغلبيتنا نعرف أئمة أهل البيت بس ما سامعين أحاديث عنهم. صحيح. فاختارينا تقريبا 14 عمل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كل إمام إلى تصميم فد لوحة معينة وحديث عنه، قال الإمام مثل الإمام الحسين، الإمام الحسن، الإمام كل إمام وحديث، كل إمام حديث عنه. بعد ما انتهت هاي الفترة بدينا في فترة جديدة، أنه كل إمام وأهم الأحداث اللي مرت عليهم تاريخ أئمة أهل البيت. نعم. عليهم السلام، يعني عن سلسلة تاريخية، سلسلة يعني تاريخية، يمكن هسه شاهدها الأعمال تشوف. نعم. اللي موجود بيها ايضا شفت اعمال تراثيه بغداديه.
تراثيات البغداديات طبعا هاي استاذنا استاذ ابراهيم هو اللي كان مختص بتراث بغداد، فالولد من كثر ما يحبون اعماله وحبوا انه يقلدوا بهاي الاعمال التراثيه البغداديه اللي هو مبدع بيها طبعا. زين هذا العمل الامامنا لرجل هذا يمثل الحرف البغداديه القديمه اللي هسه اندثرت، عندنا هوايه اعمال خلدنا بها الحرف البغداديه مثل صانع الفخار، الحداد السكاكين، هذا بدي اشوفه هسه الصفارين، سوق الصفارين. حداد السكاكين واحد من اهم او اشهر يعني المهن اللي اندثرت واللي كانت بالكاظميه. أي طبعا اي طبعا كانت كثيره، تعرف هي هاي المهنه اندثرت يعني ذاك اليوم ولد اطفال هم شباب يجون يزورونه. نعم. وفد طلابي فدا اشرح لهم دا اقول لهم انه هذا وفد هذا حداد السكاكين معي، فضحكوا قالوا هي يعني السكينه بألف. من كان يعرف المهنه يعرفون مهنه الشراخه هذه التفاصيل. المهنة اندثرت لأن صارت أخذتنا الجانب ثاني جدا جلي. مميز. هل هنالك زيارة للطلبة طلبة الجامعات والمدارس؟ طبعا كثيرة زيارة الطلبة وطلبة الجامعات طلبة مدارس، عندنا هواية مؤسسات دينية مؤسسات حكومية كثير كثير يجون يعني يومية تقريبا في 3-4 وفود نستقبل على مدار السنة. شو اللي تشرحوا لي طلبة الجامعات مثلا أو طلبة المدارس؟ والله هي اغلب الشروح يعني تعرف الاعمال ما قلت لك يعني اعمال تراثيه ودينيه اغلبهم ما سامعين بقصص ائمه اهل البيت او ما سامعين عن احاديثهم، فهنا يعني المتلقي يتلقاها بفد صوره بسيطه وحلوه وتجذبه. اكو انت او احد غيرك مختص لو اي شخص راح يجي راح يشرح عن كل عمل؟ لا احنا كلنا تقريبا هنا نشرح عن الاعمال الموجوده. زين الادوات اللي يستخدمون بها الاعمال؟ والله الادوات هي القديمه اللي انا دائما اقولها اللي وجدت ويا اسد بابل، هي الشفرات الحديد اللي والطرق، يعني الادوات كلها ادوات بدائيه يعني كلش. عندكم مشغل؟ مشغل موجود. اي مشغل وكل من الى عمل الخاص بي يشتغل. كل من عمل الخاص تقدرون تشتغلون يوميا اثنين او ثلاث اعمال او ثلاث اشخاص بعمل؟ يمكن نقدر انه اثنين ثلاثه يجتمعون بعمل، بس ما ممكن انه العمل يطلع بيوم او يومين. كم يعني اطول عمل استغرق عندكم؟ والله عندنا لوحات يعني طولها 6 أشهر 8 أشهر، هسه عندنا لوحه قيد الانجاز عن اثار العراق كامله يمكن هاي تاخذ لها بالسنه وقت. زين، هل من الممكن ان نصدر هذه الاعمال الى خارج العراق؟ عن طريق بوابه العتبه الكاظميه مثلا؟ طبعا احنا عندنا بيع مباشر موجود داخل العتبه الكاظميه ويوميا نرسل لهم بس لوحات ثانيه البسيطه التجاريه، واغلب الاعمال دي ياخذوها خارج العراق. البعض يتساءل النقاشين الموجودين هل هم تابعين للعتبه الكاظميه ام يعني مستقلين بهذا المتحف؟ لا هم كلهم تابعين للعتبه الكاظميه المقدسه. جيد، بالتالي هذا البيع مباشر من اجل ترويج الريع والشو اسمه كل العتبه. زين، مستقبلا ماذا تريدون ان تفعلون؟ والله احنا طموحنا ان شاء الله قلت لك يعني اكو دورات تدريبيه ان شاء الله للشباب اكثر شيء، لان دائما كل ما يزورونه يعني يتمنون يطمحون انه اكو دورات تعليميه، بس ان شاء الله على المكان من يتوسع اكو دورات تدريبيه لهم ان شاء الله. كل التوفيق لكم، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. زارتنا البركة في دول عينك. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون ياكم في حلقتنا لهذا اليوم، خلينا ننتقل إلى ورشة العمل ونشوف العمل بها شلون يكون وكذلك الحديث عن هذه الورشة. ابقوا يانا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ونرحب بالأستاذ مرتضى مالك أو النحات والنقاش. أهلا وسهلا بك أستاذ مرتضى. حبيبي أستاذ، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. بداية نتعرف بحضرتك. مرتضى النحات أحد ورشة النقش والزغرفة. الله يحفظك. فنانين ورشة النقش والزغرفة. الله يسلمك والله يبارك بيك وأهلا وسهلا بك. حبيبي أهلا وسهلا بك. اليوم ورشة النقش والزغرفة بالعتبة الكاظمية المقدسة ما شاء الله مليئة بأجزاء، لكل شخص جزء، لكل شخص لوحات، كلكم متعاونين من أجل إنشاء هذا العمل المميز. إحنا حكينا عن القاعة والمتحف، خلينا نحكي عن الورشة.
شلون كبرت الورشه؟ شلون ابتدات الورشه بعدين تم تجهيزها بهذا الشكل؟ والله هو سؤال فيكم سيد صفاء عن الورشه كانت قبل قديمه فوق يعني قاعه صغيره بغرفتين. لما نزلنا هنا وطورناها صار انه يصير كل واحد له ميز خاص به يشتغل به يعني حتى يكون له استقلاليته. واحده يشتغل به ادواته اغراضه مجره كلها كل واحد. هاي الميز هو خاص مصمم للنحل؟ هو اي احنا صممناه على هذا الشيء حتى يعني نقدر نطل اللوحه اللي موجوده نقدر نشوف الابعاد مالتها لما نرفع الميز او ننزله يعني حسب راحه النحات. النحات حسب راحته شلون يريد يخلي الميز مالته فسوينا هذا الستان اللي متحرك اللي ستشوفه. نعم. حتى شنو النحات يقدر ياخذ راحته بالعمل. يعني هذا الميز هو بمجر للغراء. اي بمجر للشفرات اللي هي الادوات اللي احنا نشتغل بها. نعم. وبستاند. اي بستاند اللي هو نرفع اللوحه ونرد ننزلها حتى نشوف العمل لان العمل النحتي واللي بمنظور تعرف انت لازم يكون بالصوره العدله حتى انت تشوف المنظور والابعاد ما تصير صحيحه. زين شلون تختارون التصميم؟ شلون تعرفون الابعاد؟ شلون تجيكم الافكار؟ والله احنا الافكار تجينا صراحه يعني احنا اغلب الشباب الموجودين هنا تجي افكار من اكو قسم ياخذها مثلا من مخيلته مثلا يشوف قصه واقعه الطف مثلا اكو مخيلته اكو قسم لوحات رسم نستعين بالرسامين اللي موجودين اكو قسم لا والله هو مخيلته اكو قسم بالحاسبه بالاوتوكاد يعني يجي يصممها ويبدي يسويها ونشتغل عليها. زين بلي الادوات المستخدمه بلي شنو هي؟ شنو اسمائها؟ شنو تفاصيلها؟ والله هاي من الاسئله المهمه صراحه. استاذ ابراهيم النقاش واستاذ سمير اللي هم اللي مؤسسين طبعا استاذ سمير احنا كان عندنا شفتين شفت صباح وشفت مساء داخل العتبه. استاذ سمير بشفت الصباح علمنا على حد الشفره من المميزات النحات ومن مميزات الشغل النظيف انه يكون الشفره حاده تعرف انت هذا الخشب ماده صده. نعم. يراد عليها الطرق بقوه. نعم. لازم نحد الشفره. فاستاذ سمير له الفضل بهذا الشيء علمنا على حد الشفره. الشفره اذا ما تكون حاده يكون العمل مو تمام. واللي ما يعرف يحد الشفره صعب عليه يشتغل نحت. فدائما اكو قسم عندهم شفرات موجوده يعني يدور له واحد يحدها ومو اي واحد يجي يحد الشفره مالتنا. الشفره مالتنا يراد لها مسنات خاصه احجار طبيعيه. مال براكين. سولف لي شلون تنحد؟ تنحد بيدوي كله يدوي احنا عملنا هنا هو المميز بيه ليش تميز خاصه اي خاصه بالعراق اللي موجودين اللي كله يدوي وخاصه استاذ ابراهيم علمنا ما ندخل الات كهربائيه حتى العمل تكون له قيمته اذا دخلت بآله كهربائيه تفقد قيمته تعرف انت بهذا الشيء. زين فاحنا نبدي يعني اذا تجينا الشفره خام نعدلها كله بالمسن. مسن عندنا مثل حجره مستطيله او مربعه الشكل بيدكم اي نبدا نحد بها بيدينا لحد ما تصير مثل يعني زين بها الشعر هيك الحديه ما حد من السكين يلا نبدا نقدر نشتغل بها ورا ما نشتغل باللوحه يراد نسنفرها بالكاغد يعني كاغد اللي هو المعتاد الكاغد مال الاخشاب نسنفرها لحد ما تشوفوا هسه اللوحات اللي صورتوها كلها معتنه بها ومسقوله بحيث ما تحسها انه كانه ما بها ضربات او عمل يدوي تحسها كانه ما ماكينه بس هو عمل يدوي. زين يدخل صبغ على هذه اللوحات؟ اكيد هي. والله الى الفضل استاذ ابراهيم النقاش اللي علمنا نعطي ظل وضوء للوحه اللي هو اول شخص اللي دخل الظل وضوء للوحات اللي موجوده ظل وضوء اي ظل وضوء يعطي مناطق الان تستخدم الظل والضوء حتى في التصوير في الكاميرات في التفاصيل ايه انتم تستخدموه بس احنا نستخدمها بلوحه. نعم يعني انا شلون اعطيك ابعاد استخدام اي انا شلون اعطيك ابعاد للوحه اكو مناطق نعطيها معتمه اكو مناطق نعطيها فاتحه. نعم. منطقه مثلا بها اللوحه بها مثلا دربونه نعطي فتاح شويه من يم الدربونه حتى تبين دربونه فهذا تفاصيل علمنا عليها استاذ ابراهيم الى الفضل طبعا اللي دربنا على هذا الشيء طبعا ياهو اللي يجي ينبهر اكو قسم لوحات يعني تحسها خفيفه كلش ما بها يعني بروزات وهاي بس تحسها عميقه من وراء الظل والضوء. زين بلي انواع الشفرات ما حكينا بها. انواع الشفرات احنا عندنا العدله والجراحه والكاس والمدور يعني شفرات اللي هي موجوده يعني اغلب هذا والمفتوحه عندنا هذا مثل الشاكوتش بلي هذا طخماخ
مو قلت لك أنا مادة الخشب مادة صلدة يراد طرق عليها بقوة حتى تحصل نتيجة، وأنت تعرف العمل اليدوي لازم طرق عليه، وإحنا الشغل يعني أغلب الفنانين صراحة يجنبون الخشب مادة الخشب مو مثل باقي الخامات، يعني هي أصعب ثاني خامة بالنسبة للنحت. أول شيء المرمر بعدين يجي الخشب، يبي ألياف الخشب، والصعوبة مات الألياف إذا إحنا تعرف شغلنا كله إزالة، إذا منطقة دقيتها بطرق كلش قوي فإذا انزالت راح يخرب العمل. صح. احتمال إحنا مرات تصير عندنا بالعمل هفوات، يعني هاي مرات عند المبتدئين يعني يغير التصميم، يعني كان مسوي باب احتمال غير يسوي شباك في سبيل يعني إنه خطأ. صح. خطأ بدقة الشفرة، والخطأ من عدة ومن الخشبة اللي موجودة اليافها عكس الدمار. زين. فلما هذا يعني تنشلخ عندنا الخشبة. زين، احنا جبنا إطار خشبي كل شيء ما بيه. بلي. شون نبتدي بصنع لوحة؟ طبعا تجينا من ورشة النجار، احنا لوحات تجينا كاملة جاهزة مكبوسة، يبدي هو انا اقول لك يبدي سكيج العمل، نرسمه او يجينا او ورق طبع نبدي نرسمه على اللوحة، بعدين هذا الورق احنا نشيله، بعد يعتمد الفنان على نفسه الذاتي اللي هو يرسمها، يبدي يرسم خبرت. ايه كل ما يشتغل بالعمل كل ما تروح الخطوط وما راح تبقى نفس الخطوط تزال، لما تزال هو يبدي يخطط من جديد، يعني يراد النحات اللي موجود هنا لازم عنده ميزه الرسم وميزه النحت وسيطرته على الشفره. زين. بلي. بعد مثلا خلينا نقول لوحه صغيره لوحة كبيرة، شون تبدي العمل بيها؟ كم مدة تستغرق اللوحة؟ والله المدة حسب التصميم مالتها، أكو لوحات صغيرة يعني هسه أستاذ إبراهيم النقاش عنده لوحة مال أبو التنك قياسها 30 في 30 أو 20 في 30، طول بيها 7 أشهر، يعني كل خشبة سموكها يمكن تقريبا 4 إنجات، طول بيها 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني حسب تصميم العمل. اكو عمل مثلا مساحته كبيره ما بي يعني تفاصيل هوايه يخلص باسبوع، يخلص ب10 ايام، اكو لا يعني خشبه عندنا مثلا او لوحه عندنا مقاسها صغير بس شنو بها عمل تستغرق وقت طويل. هل هنالك اقبال من العراقيين على اقتناء هذه اللوحات؟ والله اقبال كلش 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 يعني على هذه الاعمال، بس شنو صراحة واحد يحكيها، احنا نحكيها بالعامية صراحة، الشعب العراقي ذواق يحب الفن، بس حاليا المادة تعرف انت المادة صعبة، فهسه اغلب الفنانين اللي موجودين اغلب مبيعاتهم قليلة، ليش؟ لان انت تعرف العمل الفني هذا يكون غالي، يكون يعني باهظ الثمن، يعني لان العمل يتعبيه شهر او شهرين او ثلاث اشهر يكون سعره غالي، فالعالم يعني العراقيين ذواقين بشكل ويحبون ويجي يقولوا مسوينا اعمال صغيره نقدر نشتريها، هذا احنا والله نراعي هذا الشيء، يعني هسه عندنا اللي باب المراد اللي موجود المعرض مبيعات بيع المباشر نراعي هذا الشيء، نسوي لوحات بسيطه في سبيل الزائر او الناس اللي العراقيين ياخذون. زين. اللوحات اللي اشتغلتها انت شنو؟ والله هواي لوحات، بس من أميز اللوحات اللي أنا اشتغلتها واللي صار صداها كلش كبير اللي هاي آخر مال 40 الإمام الحسين وقبلها 10 محرم اللي هي واقعة الطف. شنو هاي الواقعة؟ شلون اشتغلتها؟ ايش قد طولت من عندك؟ شنو التفاصيل اللي استخدمتها؟ شنو الأدوات اللي استخدمتها؟ بلي والله طبعا واقعة الطف من اللوحات اللي ألمتني أنا شخصيا، يعني حتى نفسيتي تعبت من اشتغلتها، تعرف صعب يعني تشوف الإمام الحسين ظل وحده والجيش متكالب عليه من كل الجهات، هذا بالرمح وهذا بالخنجر وهذا بالسهام، فيعني أخذت من وقتي 4 أشهر وجدا يعني تألمت يعني بصنعها صراحة، إحنا هذا التعب والجهود والألم في سبيل إنه شنو نوصل صورة ورسالة أهل البيت بالشكل الصحيح. طبعا تعرف إحنا سلما قال لك سي صفات يجينا وفود أجانب، إحنا نريد نوصلهم طبعاً، المفروض أجانب ما يعني يقعد يقرأ، يريد أولاً يشوف واقعة الطاف، تراث أهل البيت، تراث العراقي، بلي. التاريخ العراقي، ويبدي يسأل يعني إحنا نريد هذا، هم يحبون الفن الخارج، نعم يحبون الفن، فإحنا شنو
نجيبهم نراويهم تراثنا وديننا، وهذا عن طريق الفن. هي هاي فكرة الإنشاء هذا المتحف الكامل اللي دا تشوفه قدامك. جيد بلي. جيد، هاي الفكرة من عندها هو لنقل التراث والثقافة بلي. العربية العراقية إلى العالم بلي. مستقبلا شنو تفكيركم، شنو أهدافكم، شنو تخطيطكم؟ والله مستقبلا إن شاء الله إحنا يعني صراحة دا نعمل جاهدين على نسوي دورات، نطور من هذا، لأن هذا الحرف البغدادية القديمة والنحت بدأ يزال. نعم. يعني بدأ يندثر، حداد السكاكين وغيره وغيره بدأت هاي كلها يعني تروح تندثر. جيد. فإحنا نريد ننمي الشباب ونجيبهم لهذا الطريق. على مستواك الشخصي؟ والله على مستواي الشخصي إن شاء الله يعني أفتح لي مكان برا، مشغل برا إن شاء الله أفتح لي. لوحاتك شنو عندك جديد؟ والله هي جديدة، أنا قلت لك هي آخر شيء واقعة الطف، يعني سأصوروها إن شاء الله كلش حلوة تعجبكم. وها والصعوبة اللي بواقعة الطف اللي وجوه الأشخاص. صحيح. واجهت بها كل الصعوبة لأن الوجه ما يشبه وجه الآخر. صحيح. فكل الصعبة وعانيت منها. شكرا جزيلا حبيبي أستاذ. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. الله يوفقك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.